الأستاذ محمد رمضان المحامي كان عايز يدخل القسم عشان يمارس دوره كمحامي، لقى في عدد كبير من الضباط وفي والعساكر، كان منهم ضابط اسمه تامر معين. فتامر معين بداية كده بدأ الأول يهزر مع محمد رمضان، قال له انت رايح فين؟ قال له محمد رمضان، قال له انا داخل القسم. قال له طب داخل تعمل ايه؟ انا عم انت عارف ان انا محامي يعني. فراح جاي قايل له قال له مش مفيش حد هيدخل القسم. وبدا الكلام يقلب من شويه هزار لحاجه جد اكتر. فقال له يعني ايه؟ قال له يعني انا بقول لك انه انت مش هتدخل القسم. قال له في محامين كفايه واحنا مش عايزين اكتر من كده. قال له في محامين قد ايه؟ لو 100 محامي حتى ده حقي. قال له لا ده مش حقك، ده بيتنا. قال له لا ده مش بيت، ده بيت الشعب، وانا من حقي كمحامي ان انا ادخل. فراح ساعتها تامر معين راح شتمه بالام، شتم استاذ محمد رمضان. فاستاذ محمد رمضان بدا يزعق ويتكلم على انه دي مهزله، انه ده حاجه تحصل لمحامي داخل يؤدي عمله جوه اسم. في الوقت ده كان في ثلاث او اربع محامين فوق في الدور الثاني سمعوا الموضوع ده، استاذ ناصر خطاب واستاذ محمد عز الرجال واستاذ محمد عواد واستاذه سلوى بشير، وراحوا نازلين. فبداوا يسالوا ايه اللي بيحصل وبداوا يزعقوا، راحوا شتموهم حقيقي بألفاظ خارجه تماما، وبداوا ضرب عليهم افراد الامن جوه الاسم. في اللحظه دي بدا المحامين يتصلوا بمحامين اكتر علشان يجوا، وانا كنت واحده من المحامين اللي راحوا في اللحظه دي. والموضوع قرر انه هيبقى فيه هنفضل قاعدين مستنيين جوه القسم المحامين لحد ما النيابه تنتقل لمعاينه الناس المضروبه علشان ما يبقاش في اي تغيير في المكان. وعلى الرغم من اننا ضد انتقال النيابه لاماكن الاحتجاز، بس احنا كنا شايفين احنا مش في مكان احتجاز، لان احنا في الاول وفي الاخر مش محتجزين، احنا قاعدين في القسم عايزين بس نثبت انه في ناس مجني عليهم. فالنيابه رفضت انها تنتقل. فكان القرار الثاني بعد وصول عدد ثاني من المحامين واعضاء من مجلس النقابه انه احنا هنعتصم جوه اسم الرمل اول لحين صدور اعتذار رسمي من وزاره الداخليه لجموع المحامين، لان دي مش اول مره الداخليه تتعدى على محامين اثناء تاديه عملهم. اخرها في اسكندريه كانت يوم 20 يناير لما المحامين اتضربوا جوه المحكمه في قضيه الضباط قتلت شهداء 28. التحول بقى اللي حصل على تقريبا الساعه 11 ونص 12 بالليل، يعني حاجه متاخر قوي كده، لما جاء امين عز الدين مدير امن اسكندريه. احنا كنا فوق في الدور الاول في الدور الثاني انا اسفه للاسم الرام. فجاه بدا في مجموعات كده بشكل غير مبرر تماما من العساكر يجي لهم حاله هستيريه انه انتوا بتشتمونا وانتوا بتهزقونا وانتوا بتزعقونا، على الرغم ان هم كانوا لسه ضاربين محامين وشتمينهم بالام، ولكن دي مش مشكله. لكن فكره انه الناس تهتف وتقول مثلا ان الداخليه بلطجيه عشان هي تضرب محامين، دي كانت بالنسبه لهم اهانه يعني جبار. فبدا يحصل حاله هستيريه، وبعدين بشكل كده في لحظات فجاه لقينا انه في ضرب بيحصل. انا في اللحظه دي سمعت اصوات من تحت فقررت ان انا انزل اشوف ايه اللي بيحصل. نزلت لقيت مجموعات كبيرة جدا من المخبرين وأفراد الشرطة معاهم عصيان وشوم وطالعين بشكل قوي جدا على المتظاهرين اللي بره. في اللحظة دي كان في قوات كبيرة جدا وبدأوا بيضربونا. في اللحظة دي أنا شفت الزميل إيهاب لبيب كان مضروب بشكل قوي جدا، فكنت بحاول اشده، لقيت نفسي بتشد من ظابط، والظابط ده بيشدني من شعري وبيقول وبياخدني على جوه وبيقول لهم خدوها دي عليها ضبط واحضار. واخدوني على جوه الاول، دخلوني في اوضه كان فيها تامر معين وكان فيها ظباط تانيين انا يعني ما اعرفش اسمهم، اعرف اشكالهم يعني. وفي اللحظه دي راحوا ماسكيني يعني ضربوني، بس مش ضرب عنيف يعني، وقصدوني بشكل مباشر. قال لي انتوا فاكركم ان احنا ما نقدرش نعمل فيكم حاجه؟ احنا عايزين نعمل فيكم حاجه، هنعمل فيكم حاجه ومش في الاسم، احنا هنعمل بره الاسم. لكن احنا محترمين. بعدين دخل ملازم كده صغير راح جاي قال لي شفتي بقى اللي حصل بهتافاتكم دي؟ احنا قلعناهم البنطلونات بره. ده اللي اتقال لنا. فاحنا ردينا عليهم انه اللي حصل يوم 28 ليكوا يعني
ده كان يعني كان حاجه هينه جدا يعني، كان المفروض يحصل حاجات اكتر من كده. وبعديها فضلت محتجزه لفتره حوالي نص ساعه جوه القسم او ساعه الا ربع، فجاه لقيتهم اخذوا متعلقاتي، اخذوا البطاقه والموبايل ولقيتهم بيقولوا لي امشي. فقلت لهم انا مش همشي غير لما اخد حاجتي، ولا انا مقبوض عليا، فما رضوش يردوا عليا. بعديها لقيت حد بيزقني بيقول لي انت مقبوض عليكي، قلت له طيب خلاص مقبوض عليا.